قتيل و17 جريحا جزائريا بالحرم المكي هو آخر إحصاء قدمته البعثة الجزائرية للحج على خلفية حادث مكة بالأمس. الحصيلة ارتفعت بعد إحصاء 5 جرحى آخرين كانوا بالمستشفيات السعودية. نريد من خلال ذلك أن نطمئن مواطنينا بالجزائر بأن حجاجنا ولله الحمد والمنة بخير وعافية، لن نسجل إلا 17 حالة وهي حصيلة كبيرة. هي حالات من الجرحى، هذه الحالات نسجل تواجد 8 حجاج بمستشفيات المملكة العربية السعودية، مستشفى الملك عبد الله والملك فيصل والملك عبد العزيز، حالة واحدة تعالج وكانت محل أيضا معاينة بالمستشفى الميداني للبعثة الجزائرية. أيضا 17 حالة مرض يعني جرح في هذا الحادث المأساوي الأليم. نسأل الله عز وجل أن يشافي جميع حجاجنا والجميع الحمد لله بصحة وعافية. جميع المصابين والجرحى المتواجدين سواء في العيادات التابعة للديوان أو المستشفيات السعودية سيتم نقلهم إلى المشاعر المقدسة لتمكينهم من تأدية مناسكهم. ترى اكزاكتومون قريب المغرب، ناقص وجه دغماني باش نزور المغرب، نروح نوصل للنساء باش نرجعوا المغرب. وما يبداو وفور واضو ومام طون اخذوني مقرن داديت لايغوني تغليده في الغاشي. بعد حتى غير يبوي وضعني غلي غا في 18 نيضا تيني قلان زاتي غلي غا فلاس ما دا داكي غلي شغل داكي شوف عشي طوحة كاكي ساغا قجاري وقاميت أرزق وجاري شي تاروزي طام قران تميبو الحمد لله. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث المأساوي الذي عرفته أمس الجمعة مكة المكرمة إلى مقتل 107 حاج وإصابة نحو 230 آخرين.